من جديد أهلا بكم في شير. منذ أيام وصل عدد متابعي لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنستغرام إلى 500 مليون متابع، وهو أكبر عدد متابعين يصل إليه حساب في تاريخ المنصة. لكن بعض التقارير تشير إلى أن عدد الحسابات المزيفة به حوالي 25%، وهو أيضاً عدد ضخم. فكيف تنشأ الحسابات الوهمية أو المزيفة؟ ومن المستفيد منها؟ وما ضررها؟ وكيف يمكن مكافحتها؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة معنا من القاهرة الأستاذ محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك معنا بشير. أهلا بحضرتك وأشكر الاستضافة الكريمة دائما يا فندم. في البداية، ما هي الحسابات المزيفة أو الفيك أكاونتس؟ من ينشئها وكيف؟ خليني أقول أول رقم مهم جدا، إحنا عدد سكان يعني كوكب الأرض حاليا وصل إلى يعني 8 مليار. إحنا بنتكلم في عدد مستخدمي، يمكن لو بتكلم على ميتا وفيسبوك إحنا ما يقرب من 2 مليار و 800 مليون مستخدم. ميتا يمكن أعلنت إن هي حذفت حسابات الحقيقة وهمية وصلت لما يقرب من 800 مليون حساب. خليني أقول لحضرتك إن في مواقع ومنصات حقيقة موجودة يعني على الإنترنت وموجودة على الدارك ويب بتتيح إن يبقى في حسابات وهمية، ويمكن حسابات وهمية خلينا أصنف هنا نوعين، إن أنا يمكن أقدر أشتري فيك فولورز، متابعين غير حقيقيين، وده بالحقيقة في رقم يعني غريب جدا ان بيباع يمكن تحديدا لإنستجرام 200 متابعة وهمية ب5 دولار او متوسط قيمة 5 دولار. خلينا اقول على الجانب الاخر، في حسابات وهمية بيتم انشاء الحقيقة من اشخاص وحسابات غير وهميين عن طريق حسابات تم انشاءها عن طريق اشخاص، وحسابات أخرى الحقيقة بيتم إنشائها عن طريق البوتس أو الروبوتس اللي هي بتقدر تتيح إن يبقى في حساب وهمي عشان يبدأ يزود عدد المتابعات على الحسابات الأساسية. طيب كيف يمكن للمستخدم العادي أن يفرق بين الحساب المزيف أو الحساب الحقيقي؟ بشكر حضرتك طبعا على هذا السؤال الهام. خليني قبل ما يمكن اجاوب على هذا السؤال، احنا لنا ان نتخيل ان عندنا بقى في منصات تتيح لبعض المستخدمين او بعض الافراد ان هم ينشئوا بريد الكتروني مزيف بحيث ان ينشا بيه حسابات وهميه، وعندنا كمان منصه اخرى او تطبيقات اللي هي زي فيس اي اي فيس جنريتور بتساهم في ان ممكن نلاقي ده بيعتمد على الذكاء الاصطناعي انه يبدا يعمل وجه او شكل صور لاشخاص مزيفين غير موجودين في الواقع، يعني مش موجودين تماما على كوكب الارض، وبالتالي بيسمح ده ان حضرتك اي حد يبدا ينتحل شخصيا ويبدا يصنع وجه غير موجود، ويبدا يصنع بريد الكتروني يربطه بحسابه غير موجود، ويبدا يتفاعل عادي جدا مع مواقع مع الحسابات الاخرى. الحقيقه كمان هذه الحسابات الوهميه زي ما احنا قلنا الافراد يتعرفوا عليها ازاي؟ خلينا اقول شويه قواعد اساسيه. القاعده الاساسيه، انا عندي بعض المنصات او التطبيقات اللي بتسمح ان حضرتك تتاكدي الصوره اللي موجوده في البروفايل او موجوده على هذا الحساب موجوده ولا لا. نعم. عندنا منصه اخرى مهمه زي سوشيال ريسيرشر، ودي مهمه ان اقدر اخد الاسم الخاص بالحساب واشوف هل ده موجود في حسابات اخرى ولا لا. فبالتالي لو هو مش موجود بحسابات مرتبطه وشغاله فبالتالي ده حساب وهمي. هنلاقي الحسابات دايما الوهميه منشاه نعم. بتاريخ جديد مش تاريخ حديث، ليس بتاريخ سابق. الحاجه الثانيه اقدر اشوف النشاط الرقمي لهذا الحساب، يعني ايه؟ انا اقدر وانا محرك البحث الموجود لو بنتكلم على الفيسبوك اقدر بالاسم الحساب اقدر اشوف قائمه التفاعلات، ودي موجوده لان اي شير موجود على نعم. او بوست منشور موجودة على السوشيال ميديا هقدر ان انا ارصدها عن طريق محرك البحث خاص بمنصة التواصل الاجتماعي. لو فيما سبق مش موجود فانا اتأكد تماما ان هذا الحساب هو حساب مزيف. يعني هل هناك فارق بين الحسابات المزيفة على كل منصة، يعني انستغرام وتويتر وفيسبوك؟
دلوقتي احنا عارفين ان انستجرام مرتبطه يمكن بفيسبوك، واي منشورات بتكون على فيسبوك هي مرتبطه بحساب انستجرام، فبالتالي ولكن احيانا ينشئ بعض الافراد الحسابات الوهميه على انستجرام وما بيربطهاش بحسابه على الفيسبوك، وبنلاقي ان العكس برضو حسابات موجوده على الفيسبوك غير مرتبطه بانستجرام. احنا يمكن في رقم مهم، تويتر حتى في اثناء يعني الصفقه الاهم في شراء تويتر من ايلون ماسك، انه الحقيقه تم رصد اكثر من 50,000 حساب مزيف، دي ارقام طبعا تخض جدا، وهذه الحسابات المزيفه والوهميه بتتفاعل كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي، والحقيقه بتنشر كثير من الاخبار الكاذبه، والحقيقه هذه الحسابات يجب الحقيقه ان تطارد فيسبوك، بتقول انها بتطارد هذه الحسابات الوهميه او ميتا وهكذا، ولكن نعم. طبعا في نسب كبيره ما زالت موجوده ونشطه ومتفاعله على منصات التواصل الاجتماعي. نعم، من القاهرة كنت معنا محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك. شكرا حضرتك. التزييف ليس فقط في الحسابات، فالبعض يعتبر أن استخدام الفلاتر أو المرشحات نوع من التزييف، لذلك بدأ الكثير من المستخدمين الترويج هذه الأيام للمنصات التي لا تدعم الفلاتر، مثل منصة بيريل التي تتشابه مع إنستغرام لكنها لا تدعم أي فلتر. فما هو بيريل وما مصير هذه المنصات الرافضة للفلاتر؟ انتظرونا يوم الأربعاء القادم وضيف جديد في شير ليجيب عن هذه الأسئلة.